السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد في قناة المنهل. اليوم راح نديرو فرض لسنة أولى ثانوي، لأنه نحاولوا نبدأ معهم المراجعة لعل وعسى نقدروا نساعدوهم. الفرض هذا هو من ولاية الجلفة، من ثانوية ماضي محمد، لشعبة جذع مشتركة علوم وتكنولوجيا. يظهر لي انه السوجي ماهوش صعيب، لكن راح نبداو مع بعض. يعني انني كما نتوما راح نحلو ارتجاليا، يعني ما عنديش فكره عليه. اذا اول حاجه في التمرين الاول واش طلب مني؟ قال لي لتكون ا و بي و سي هي اعداد حقيقيه، حيث العدد ا هو 9 ناقص 6 جذر 3 على 6 ناقص 4 جذر 3. الخط راه مش واضح، ولهذا راح نحط لكم الرابط تاع السوجي هذا في صندوق الوصف. و ب هي 1,557,000 أو 1,571,000، ورقم مجهول. والعدد سي هو 0,2349 × 10^3. أول سؤال قال لي هل العدد أ عدد طبيعي؟ برر إجابتك. هنا فقط أنا راح نجبده من الآخر، باسكو من البورتابل، باسكو ماهوش واضح. خلاص باش ما نعطيكمش معلومات غلطة. أنا أقول الرياضيات الأول، الفرد 86، إذا نبدأ. السؤال الاول هل العدد ا عدد طبيعي؟ برر اجابتك. احنا راكم تشوفوا بلي العدد ا مقامه عباره عن عدد اصم، يعني فيه جذور، ولهذا راح نبداو كما كنا نقراو العام اللي فات في سنه رابعه متوسط، نرجعوا المقام عدد ناطق. اذا ا تاعي وشنو هي؟ هي 9 ناقص 6 جذر 3 على 6 ناقص 4 جذر 3. صح. هنا كما قرينا العام اللي فات، لو نضرب في جذر 3 ديريكت هنايا منش راح نتخلص من الجذر، لانه 6 راح يلصق فيها، ولهذا انا مضطر اني نضرب في المعاكس تاعو او المرافق تاعو اللي هو 6 زائد 4 جذر 3 باش تحصل على المتطابقه الشهيره رقم 3. اذا هنا كيف نضرب في 6 زائد 4 جذر 3 ونبدأ نحسب. إذا يولي عندي المقام عبارة عن متطابقة شهيرة رقم 3. إذا أ يساوي 9 وناقص 6 جذر 3، والمرافق 6 زائد 4 جذر 3. نفس الشيء هنا، 6 زائد 4 جذر 3 على 6 أس 2 ناقص 4 جذر 3 أس 2. بكل بساطة نكملوا. إذا أ تساوي، حنبدأ ننشر هنا، 9 في 6 هي 54، 9 في 4 هي 36 جذر 3. هنا ناقص 6 في 6 هي 36 جذر 3. وأخيرا هي 6 في 4 هي ناقص 24 جذر 3 في جذر 3 تعطيني 3 كامل. على واش؟ على 6 أس 2 اللي هي 36، والربعة هي تعطيني 16، والجذر 3 ترجع 3. إذا مبقات ليش خدمة كبيرة في الأ، ونعرفوا إلا هي عدد طبيعي أم لا. نبدأ هنا نستفو. إذا عندي 54 هنا، هذه تروح مع هذه لأنهم عددان متعاكسان، وناقص 24 في 3 هي نجيب الآلة الحاسبة. أربعة
24 في 3 هي 72، إذا ناقص 72. لتحت عندي 16 في 3 هي 48، إذا تولي عندي 36 ناقص 48. إذا بسطا عندي 54 ناقص 72، هذا يعطيني ناقص 18. والتحت عندي 36 ناقص 48 تعطيني ناقص 12. ناقص 12 وناقص 18 ناقص تروح مع الناقص، إذا يرجع لي عدد ناطق موجب، لكن للأسف ليس بعدد طبيعي، لأنه لو نختزله هنا يعني راح نقسمه على 6 راح يعطيني 3 على 2، إذا 3 على 2 هي 1.5، 1.5 ليست بعدد طبيعي. إذا هذه كانت بالنسبة للعدد آه. نروحوا الآن للعدد بي. العدد بي يعني هو عدد يعني عطاه لي بالتقريب، راح نمحي هذه، أعطاني عدد بالتقريب، وهذا العدد طلب مني أني نشوف إذا كان العدد المجهول فيه، يعني هو عدد بالتقريب لكن أحد أجزائه راهو مجهول، هو أعطاني هكا لو بي، بقدر تشوفوا في بورتابل، أعطاني لو بي هو 1.5714 عدد مجهول يسماه ان، ومن بعدك 2. سؤال كان واضح، واش قال لي؟ قال لي بين اذا عين ان اذا علمت ان المدور الى 10 اس ناقص 5 للعدد بي هو 1.5714 3. يعني هذا ولا غير سيتان كادو، يعني ماهوش كاع صعيب. علاش؟ لانه انا قال لي المدور لعشرة اس ناقص 5، واش معناتها 10 اس ناقص 5؟ يعني العدد الخامس بعد الفاصل، يعني هو يقصد في ان قال لي المدور تاع هذا العدد لي ان هو العدد الخامس بعد الفاصل يكون 3. اذا انا عندي هذا العدد اصغر من 5، بما انه اصغر من 5 معناته هذا العدد اديناه بالنقصان. واش معناته بالنقصان؟ يعني ما مسيناهش، ما بدلنا فيه والو. بما انه ما بدلنا فيه والو، اذا الان هي 3، الان هي 3. طيب صح. الان السؤال، العدد سي، هل العدد سي مكتوب على شكل علمي؟ شوفوا مع بعضنا العدد سي كيف راه مكتوب. سي ماهوش مكتوب كتابة علمية، لأنه دوكا راح نكتب سي قدامكم. إذا سي هي 0.2349 في 10 أس ناقص 3، ليست مكتوبة كتابة علمية، لأنه الكتابة العلمية لازم هذا الرقم اللي يكون قبل الفاصلة لازم يكون أكبر من الصفر، لازم يكون 1 وطلع بين 1 و9، بين 1 و9 هذا الرقم لازم يكون، أو بمعنى آخر دائما يكون كاين عدد واحد بعد قبل الفاصلة، لكن لا يكون الصفر، يكون إما 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ما يعودش 10 و11، لأنه 10 و11 معناتها راح يولي رقمين قبل الفاصلة. إحنا في الكتابة العلمية لازم يكون كاين رقم واحد قبل الفاصلة، هذا هو التبرير أنا قلته شفهيا. ونزيدو نكتبوها، معناتها أنا درك الكتابة العلمية تاع هذا العدد اللي هو سي هو أني نديكالي الفاصلة أو نوخرها، دوك واش تولي؟ تولي 2 فاصل، ولأني وخرت الفاصلة إذا راح نزيد أس، وخرتها بمرة، إذا راح نزيد أس سالب، وأنا كان عندي أصلا من قبل أس سالب، إذا سي الكتابة العلمية تاعها هي 2.349 في 10 أس ناقص 4، وفي الحقيقة ما طلبش مني الكتابة العلمية هذه، أنا زدناها من عندنا. بعدها واش قالي؟ قالي أكمل الجدول التالي، عندي جدول لازم نكمله، الحين نخدموه مع بعضنا. الفيديو راني راح نديفيزي في قناة تيليجرام باش تكونوا عارفين، يعني كاينة ان بتيت بارتاج، يعني مش صح. هنا راح نخدم الكتابة العلمية، نجيبها منها ونخدمها ان شاء الله، برك نقدر نكبرها وتكون واضحة. العموم حتى لو ما كانتش واضحة راني نشوف بارتاج هذا لو دوكيومون في التيليجرام. صح. دونك هنا عندي اكمل الجدول التالي، بي أعطيني الكتابة العلمية تاعها، بالحقيقة راهي مكتوبة كتابة علمية،
هي 1.1 العدد هذا نعاود نكتبه كيما راه. حنا في المتوسط كنا نحتفظ نكتفي برقمين بعد الفاصله، لكن هنا في السيام في الليسي ابارامون لازم دير له كاع الارقام اللي بعد الفاصله. السي هي 2، انا خدمناها هذا وين، هي 2.349 في 10 اس ناقص 4، في 10 اس ناقص 4. الان رتبه مقدار، هنا رتبه مقدار قلنا العام اللي فات، يعني نقرب هذا العدد للوحده، يعني نرجعه بدون فاصله. انا عندي العدد هو 1.5، يا اخي دائما نشوفوا الرقم هذا 5 او ما اكثر ندي هذا الرقم بالزياده، اذا رتبه مقدار هي 2 او 2 في 10 اس 2 فوالا، باسكو ما عندوش اس. والزوجه لانه 2.3، اذا 3 اصغر من 5 نديها 2، اذا هي 2 في 10 اس ناقص 4. رتبه مقدار سي في بي، يعني نضرب سي في بي، هي 2 في 2 في 10 اس ناقص 4، واللي تعطيني 4 في 10 اس ناقص 4. الان رتبه مقدار سي على بي، يعني سي هي الاولى، دونك شتو اللي عندي انا راح نكتبها هنا باش ما تكونش عندي فوضى في اسمه. اذا 2 في 10 اس ناقص 4 على 2 اللي هي البي، دونك 2 تروح مع 2 واش تبقى لي، تبقى لي 10 اس ناقص 4. اذا كان هذا هو التمرين الاول، كملنا التمرين الثاني نديرو في فيديو واحد باش ما يجيش الفيديو طويل. ان شاء الله تكونوا استوعبتوني، نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله.